أختي تقول هل هناك علاقة بين الكارما والتطرف؟ إيه صحيح، لأنه الكارما هي عبارة عن وجهين يمشون مع بعض، صح؟ أي بابا؟ فمثلاً خلنا نقول مثلاً، هذه قلتها قبل، مثلاً أم بنت عندها أمها مرة يعني تهينها وتضربها وتجلدها وكذا، وكانت مرة 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 قاسية عليها. طيب بعدين هي كبرت، زوجت، وجات جاء عندها بنات، صار عندها بنات، صارت أم، فالآن هي تبغين يعني تبغى يعني تعدل الموضوع أو كذا، بس هي مو فاهمة الخلطة كيف، بس هي كثير متضايقة من القصة اللي هي مرت فيها من الطفولة، كثير كثير يعني تأذت من هذه القصة وتأذت من أمها ومن الظروف اللي مرت فيها. فالطريقة اللي تفهمها إن هي تدلل بناتها عشان ما يمرون بالظرف اللي هي يعني عانت فيه. فتلقين بناتها يعني لما تحل الواجب تسوي لها حفلة، لما انطقت أول كلمة لقات ماما سوت لها حفلة، شفتوا يعني هذا. فتقول أوه واو، يعني هي وش فيها يعني، أقولك تطرفت مثل ما أمها تطرفت، هي خذت التطرف الثاني على أساس أنها بتحل الموضوع. هاي الطريقة اللاواعية لحل الكارما ترى. الطريقة اللاواعية للناس اللي يعني ما هم فاهمين الموضوع يحلون الكارما بهالطريقة. فهي كملت الكارما بهالطريقة، صارت هي الوجه الثاني للكارما كملتها. بناتها لما يكبرون شو بيقولون؟ بيقول للأسف 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 إنه أمي دلعتنا، وصرنا لا مسؤولين، وصرنا نتصور إنه الفلوس يعني تجي كذا يعني بدون إحساس وبدون يعني مسؤول. للأسف ما قدرت أكمل دراستي، ما قدرت أشتغل في وظيفة، للأسف إني أزعل على الناس على أي كلمة، ما عندي قدرة تحمل، للأسف إنه أمي يعني ربتنا في هذا الدلال. فالبنت المدللة الحين تجيك تكبر تتزوج وكذا تقول لا بناتي أنا لازم أخليهم يعني من يوم صغيرة وهي يعني تكنس وترتب البيت وكذا عشان تعرف المسؤولية وتعرف الانضباط وتعرف كذا. فكل أم قاعدة تحاول إنها تحل الكارما، قاعدة تدور وين حل اللغز وشلون تحل اللغز هذا وشلون تتفك الكارما، بس إنهم مو فاهمين، هم قاعدين يكملون التطرف طول الوقت، يتطرفون ويكملون الكارما، فتكتمل السلسلة هي كذا مثل السلسلة، يكملونها وتستمر الكارما، تستمر الكارما، هي رجعت للكارما الأولى. حتى ترى الأم اللي دللت تعتبر هي كارما، ما زالت في الكارما، ما قدرت تقطعها. تقول لك جيل البسكوت والأندومي. والله ترى يطلع منهم، لا تحقرينهم، والله ترى شطار يطلع منهم، فيهم أرواح كبيرة. تصدقين إني أخاف على أمهات جيل الثمانينات والتسعينات هذول أكثر من الأمهات اللي هم الجيل الجديد، لأنهم اللي جيل الثمانينات والتسعينات عندهم كثير ورطات يعني في قصص التربية والعلاقة مع المصادر الطاقية وكيف يرجعون، عندهم كثير كثير، لذلك هم متورطين مع أبائهم وأمهاتهم، متورطين مع أطفالهم. فتحس إنهم يعني عندهم كثير كثير آلام. كثير آلام صراحة. لكن الجيل الجديد ما عندهم نفس الورطات، غير قصة أخرى يعني، قصة أخرى. تقول كذا ثمانينيات مجلودة بالضبط، يعني انت شلتي مسؤولية امك وابوك، شلتي مسؤولية اطفالك تقريبا، يعني كلتيها من هنا ومن هنا. اول قلت لكم يوم من الايام لازم نتكلم عن هذا امتداد المصادر الطاقية وكيف تشتغل. طيب اوريدي عندنا 163,000 لايك، ثانك يو. نظفت اغلب المشاعر الاساسية، هل بتفيدني الوعي الطفولي؟ ممكن الآن وش الشعور اللي يقودك في هذه المرحلة؟
أو ممكن فيه أنماط لاواعية هي اللي قاعدة تنتج بعض السلوكيات. كذا أقول أوكي، لما مثلا فيه شيء يتكرر عليك، سلوك، ردة فعل ناس تتكرر عليك، صديقاتي ما يعزوني المطعم، أنفصل من الدوام في كل مرة، لا يتم تقدير عملي في كل مرة، أبغى أقولك أوه واو في نمط قاعد يشتغل في اللاوعي، في نمط، فهذا النمط عنده جذور من الطفولة كذا. إذا هذه الأنماط موجودة، أنماط اللي هي غريبة تجرك النتائج غير مرغوبة وغير مقبولة. سامي حبيبتي تقول هل نكتسب التطرفات البيئة اللي احنا فيها بدون وعي؟ أكيد أكيد، لأنه البرنامج خلاص كذا يعني يستمر. ومرات تحس أنه المعاني اللي يعطيها التطرف، يعني الوضوح، الجدية، المسؤولية، مرتبطة مرات بقصة التطرف. لما تكون أنت أوه واو أنت مسؤول عن الفكرة اللي أنت قلبتها إلى اعتقاد، أو أنت تعطي قيمة للمعنى اللي أنت آمنت فيه، فعشان كذا أنت تضفي عليه يعني أشياء تعطيه يعني معنى كذا. وبعض الأشخاص هم يحاولون يذهبون لذلك الطريق حتى يوجدون معنى، يوجدون معنى. فإحنا نحتاج أن عموما بشكل عام أصلا بغض النظر عن المجتمع، كارما الجسد الفكري ممتدة بامتداد البشر، هذه قلتها في تنظيف الكارما. لذلك كلنا متورطين في الجسد الفكري، كلنا متورطين في الجسد الفكري، كلنا يعني عالقين علقة يعني عميقة جدا جدا جدا، يعني شيء يعني الموضوع يعني مرات تقول يعني هل احنا نقدر نستوعب الورطة اللي احنا فيها؟ هذا المستوى، هذا المستوى، لأنه قديم قديم قديم، قدم البشر، قدم البشر. فمحتاجين ان احنا ننظف الجسد الفكري، محتاجين ان احنا نوصل لمشاعر جديدة جيدة من خلال تنظيف الجسد الفكري، محتاجين. تقولك نبغى حبة سحرية تعبنا. تقريد تروحين عند مدرسة الأمل الزائف شوية تريحين. تقعدين كذا عندهم شوية، أجواء عندهم مرة حلوة، مرة وناسة، ما في أي شيء صعب، كل شيء جميل، يعني مرة يعني القصص خطيرة. ايه محمد، ولا انا ما توقعت اني يوم من الايام بتعمق في الجسد الفكري، لكن قلت لك القصة، قلت لكم انا مش الموضوع، الموضوع انه قفل علي الجسد المشاعري، هذا اللي صار، الجسد المشاعري قفل. ستوب، قفل. يعني وكذا وصلت مرحلة بعدين يعني خلاص قفل الجسد المشاعري، ما عاد تقدر تطلع اكثر، ما تقدر تطلع، تحوس تدور شو القصة، ليش، شو الموضوع، خوف نظفنا الخوف، غضب نظفنا الغضب، عار نظفنا شو السالفة، وين القصة، تبدأ تراقب تكتشف الطرق العميقة هذه اللي هي جاية من الجسد الفكري. فهذا اللي خلاني أقول لا، لازم نشتغل على الجسد الفكري، لازم. وانتم عارفين انا قلت لكم ترى من زمان وانا اشتغل على موضوع الحب، ما احس اني وصلت، من زمان من سنوات اقول وش هذا الحب هذا، ها وش الحب هذا، وش الحب هذا، وش قصة الحب هذا اللي يعني تصل هذيك المرحلة كذا تحس انك انت في عالم اخر. ففي الطريق الى الحب اوكي اكتشفت هذا الموضوع، فكان لازم ننفك. تقولك عرفت شعور الحب بعد دخول قطة في حياتي، حبيبتي انتي، بس هي ما هي كذا القصة، هي مو يعني احد يجي كذا ويكون بينكم حب وكذا. كورس المناسب التطرف الفكري، عندنا تنظيف الجسد الفكري.
ما اقدر اخذ كورس التنظيف. عندك ال شو اسمه تامل الباب الخلفي. صديقتي تقول ايش الفرق ما بين المحايد والمتوازن فكريا؟ شوفي النتيجة اللي المفروض احنا نوصل لها بعد ما ننظف الجسد الفكري انه راح يكون عندي معتقدات انا اؤمن فيها. اوكي، هذه النتيجة، انه عندي معتقدات انا اؤمن فيها وانا اعتبر انها اصح من غيرها، اصح من غيرها. لكن هذه المعتقدات مش لاواعية، حاضرة، اخترتها بوضوح وانا حطيتها في مكان، انا حطيتها في مكان، انا قررت اني احطها هنا، انا اللي اعطيتها قيمة، مو هي اللي اعطتني قيمة، انا اللي اعطيتها قيمة وقلت انه هذه هي اصح معتقد اني انا ماشي عليه في هذه المرحلة، ولانه هذه الطاقة مني انا، فانا بامكاني اني اشيل هذا المعتقد وارميه في الزبالة او احطه في مكان اقل او اغير. فبالتالي انا تحررت من المعتقدات اللاواعية اللي هي تسوي لي انماط ما اعرف وشي وتورطني في الحياة، وتحررت من التطرع من الوعي المتطرف، معتقدات الوعي المتطرفة. فما عاد عندي معتقد هو يوديني ويجيبني، انا اللي اختار واتحكم في المعتقد. لذلك دائما عندي الوعي الكافي اني اشوف هو يصلح ما يصلح، مناسب للمرحلة مو مناسب للمرحلة، اودي اجيب اغيره. هذا توازن. المحايد وش بيقول لك؟ بيقول لك انا لا احكم، انا لا احكم، وانا مو ضد هذه، بس هي ما المفروض انها تكون بعد ما الا محتاجين نطور جسدنا المشاعري، ومحتاجين بعدين نشتغل على الجسد الفكري عشان نطلع، عشان نوصل لمرحلة عالية، لانه عدم الحكم يحتاج الى اداة للحماية. احنا مين حامينا؟ مين حامينا؟ احنا مين حامينا؟ جسدنا الفكري. جسدك الفكري هو اللي يقولك غلط غلط، لا 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 تسويها، وين تروح انت تتورط؟ صح، ايه يلا جو جو جو، صح يمشي. فهذا هو اللي يحميك، غالبية الناس اللي يحميهم جسد الفكري، عشان كذا هم ما يتخلون عنا. لكن وش اللي احنا نبغى نسوي؟ احنا نبغى نوصل لمراحل عالية من الجسد المشاعري عشان هو يسوي لنا الحماية. انت تحتاج تكون محمي بشعور عالي جدا، الشعور العالي هو اللي يسوي لك الحماية. يا شعور عالي، يا انت تكون زيك زي الناس، على قد الناس، ايه لا صح غلط، معتقداتك تحميك، تخليك في 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 ظل يعني الشيء اللي انت عارفه وفاهمه. فهذا هو الفرق. المتوازن هو عنده معتقدات حاطه، عنده يعني عنده في الدولاب كذا، الدولاب دروج، في 1 2 3، في تفضيلات، في تفضيلات. المحايد ما عنده تفضيلات، المحايد هو يعني تخلى عن الحكم تماما. طيب يا جماعة، اللي مهتم ينظف التطرف الفكري يستطيع انه ينظف الجسد الفكري، عندنا جلسة الجسد الفكري، تنظيف الجسد الفكري. وبرضه ابغى اقول لك في ورطات ممتدة، سواء كانت متطرفات او شيء اخر في الجسد الفكري، تقدر تساعدك فيها. وبرضه اذا تريد انك تصل لمرحلة اعلى في الجسد المشاعري، محتاج تشتغل على الجسد الفكري. اللي ما حط النية حط النية، اوكي، واللي ما حط خلفية الجوال المعبرة حط خلفية الجوال، شوفوا الفيلم، راح نناقش الفيلم منتصف الشهر ان شاء الله. تصبحون على حب.